استراتيجية السياحة يتم التعاون مع منظمة السياحة العالمية، وإحنا دلوقتي في سبيلنا لإعادة كتابة استراتيجية السياحة 2030. بالنسبة اللي بيتكلم على رحلة العياة المقدسة وإن هو ما شافهاش، رحلة العياة المقدسة تم تفعيلها، الجميع في لجنة دايمة بتشتغل عليها، وإن إحنا في عندنا فعاليات لدفع حركة العائلة المقدسة، تم بالاتفاق مع الكنيسة على 5 أماكن رئيسية سوف يتم في الفيز 2 أو في المرحلة الثانية الوصول إلى 8 أجزاء، وإحنا بنتعاون مع الكنيسة لدفع ده خلال الأسابيع القادمة، وأنا بقول الأسابيع القادمة لدفع حركة رحلة العائلة المقدسة. بالنسبة لخطة السياحة واللي كان بيتكلم على استهداف روسيا فقط أو إنجلترا فقط، أنا لسه طالع من لجنة تخطيط الحملات السياحية، إحنا مستهدفين 27 دولة للأهداف لاستهداف خطة السياحة ل 2017. بالنسبة لتنفيذ الحملات الترويجية، تم تنفيذ جزء كبير جدا من الحملات الترويجية، لكن أنا عايز أقول لكم إن إحنا لابد أن نراعي الجزء المهم جدا، أن تنفيذ الحملات الترويجية لابد أن يكون هناك مقابل في هذا التنفيذ، عشان خاطر الحملة تقدر تجيب لها عائد، لأن مش مجرد إنك أنت تنزل حملة من غير ما يكون لها مردود. بالنسبة للكلام على المناطق السياحية والمقاصد السياحية سواء كانت الهرم أو غيره، نحن نعمل مع الوزارات المعنية اللي هي لها شأن سواء كان الأهرام أو غيره أو غيره، لها اختصاص مباشر بالمناطق السياحية، وعندنا لجان مشتركة علشان خاطر النهوض بالمناطق السياحية. شكرا. في الآخر أنا بقول لكم إن إحنا إن الحركة الترويجية اللي الناس بتسأل عليها جابت نتائجها وأعلى من المتوقع منه في الجزء الأول من 2017 دون الدخول للأرقام، لكن إحنا هنودع ده في مبادرة الجلسة. شكرا سيد.